انا عارف ان انت ملحقتش العرض اللي فات، بس معلش حقك على دماغ اخوك. النهارده لكل الناس اللي كلمتني وسالتني على العرض بتاع الجاموس اللي فات واللي ملحقوش، انا بقول لك عنها الاتنين يا باشا. ابو سليم بيعسلك ويدور لك لغايه ما يجيب لك اقل سعر في الجمهوريه وانضف مال وانضف صنف، الحمد لله رب العالمين. بص انت جاي لوحدك اهو، تعالى كده تعالى. شايف بالصلاة على جمال النبي، العجل بياكل في علفة اهو، العجل بياكل في علفة. لا بزوق لك ولا بقول البهام دي جايه من بدري، ما شاء الله عليها، البهام دي جايه من بدري. وبالصلاة على جمال النبي، تعالى اتفرج على التاني، تعالى بس كده معايا كده. بالصلاة على جمال النبي، بالصلاة على جمال النبي، اتفرج كده يا باشا، اتفرج كده. علفة علفة قدام العجلة ايه، علفة. ما بنزوقش ما بنزوقش ولا ما عندنا الكلام الايه العوج ده. النهارده ابو سليم بيمسي عليك يا غالي وبيقول لك بتمن شويه البط اللي على السطح، بتمن شويه البط اللي على السطح عندك، هتربط النهارده عجلين جاموس من عند ابو سليم ببلاش الا ربع. عارف يعني ايه ببلاش الا ربع؟ عجل بالصلاه على جمال النبي ولكل الناس اللي طلبت مني اصناف كويسه الفلاحي، عشان البلدي يوكل يا باشا، والبلدي بفلوس والفلاحي بفلوس. ما بقولكش لا عندي ايطالي ولا اجيب لك ايطالي ولا كلام من ده، انا بتاع الغلبه باشا، بتاع الفلاح الفلاحي اللي ترميه في اي حته ياكل، مناعته زي الحديد ما شاء الله. العجول دي كلها بتقفل في الثمانيه، بتقفل في الثمان سنات ما شاء الله. العرض اللي معانا النهارده كله بيقفل في الثمان سنات، يعني كلها عجل، كلها عجال تفطر، عشان ما نكدبش على بعض، كلها عجال تفطر. ولو انت خايف بتمن شويه البط اللي على السطح اللي انت مربيهم والفراخ، هتجيب لك عجلين تربطهم النهارده. ويا سلام يا سلام، زي ما قلنا المره اللي فاتت، لو عندك رب برسيم والله هتدعي لابو سليم. النهارده انا ما حرمتكش من حاجه، جايب لك نتي وجايب لك دكوره، معايا خمس حتت، الله الوكيل، خمس حتت احلى من بعض واصنف مال. خمسه، خد بالك من خمسه باشا، خمسه من اصنف مال. تعالى كده بص بص عليهم كده على السريع بس عشان افرجك على الدنيا والعمل بس في ايه، وبعد كده نديهم تحصيناتهم واقول لك على سعرهم بمرضي الله باذن الله. انا ما شاء الله جبتهم الصبح، ما شاء الله كلهم كلوا في العلفه، وباذن الله هرمي لهم دريس وبرسيم قدامك دلوقتي ياكلوا فيه، بس عشان بس العجل ده، العجل الجاموس يا جماعه غير البقر، عشان تبقى واخد مني الحته دي عن ثقه برضه، عشان انا بخاف على بتاع الناس زي ما انا بخاف على بتاعي، تمام. العجل الجاموس غير العجل البقر، ودي معلومه بقولها لك في وسط الفيديو. العجل البقر شاطر، عجل البقر شاطر، من اسبوع بيبدا يلحس وياكل، غير العجل الجاموس. العجل الجاموس بطيء في الاكل والشرب، يعني دول النهارده معانا من 60 ل 70 يوم عايز يفطر لسه، يعني عايز واحد يدادي، واحد ياكله، واحد يشربه، يتابع البراز بتاعه، حطه في مكان دافي، يحاجة عليه زي ايه؟ زي العيل الصغير زي ما بيقول لك كده. ان كنت هتعرف تعمل الكلام ده النهارده مش هتلاقي عرض انسب من ده، ومش هتلاقي سعر احسن من ده، مش هتلاقي اقل من ده، عشان احنا يا باشا بنلف كده ايه، نشحت من الناس بقى عشان نجيب لك بالسعر ده. فقدر المجهود والتعب باقوى لايك عندك، ومساء الفل على كل جمهوريه مصر العربيه اللي براها واللي جواها، وكل الوطن العربي، الناس اللي بتتواصل معايا والناس اللي بتكلمني على راسي من فوق، كل الناس خير وبركه، وكل الناس على راسي من فوق، تمام. وبعتذر للناس كلها اللي كلمتني على العرض بتاع الجاموس المره اللي فاتت واللي ملحقوش، واللي طالب بقر يا جماعه، اللي عايز عجال بقر، عندي عجول بقر، يعني كل حاجه موجوده بفضل الله. انت باذن الله تيجي احسن حاجه هتاخدها، واجبك هتاخده، وباذن الله العجل لو ما كانش يملى دماغك ويخش دماغك هنا ما تاخدوش. انا اللي بقول لك اهو، ما تاخدوش، لا كلام ينفع ولا تنفع ولا اي حاجه تانية تنفع. ان ما كانش العجل هيخش هنا اهو، وتبقى متكيف منه وانت واخده ومرضي ومبسوط، ما تاخدوش. من الاخر كده، من عندي او من عند غيري او من اي حته، احنا بنختارش غير المال الطيب. النهارده معايا نتايتين وثلاث ذكوره، نتايتين وثلاث ذكوره، المجموع قلنا ايه؟ خمسه يا بيه، خمسه خمسه المجموع خمسه. نبص عليهم بصه كده عشان اقول لك الدنيا فيها ايه، وافرجك عليهم كده عجل عجل وعجل عجله، وتشوف الايه الوسامه والجمال ده بتاع ربنا، هو بتاع ربنا مش بتاع ابو سليم، ربنا اللي بيعمل الحمد لله. بص
العجل بياكل في العلفه ورايا اهو، شايف اهو ما بلونش عليك ولا عندي كلام، لا هيفطر والتاني اخوه واقف بياكل اهو، بسم الله ما شاء الله، التالت اهو، الرابع اهو، ان تايتين واقفين بياكلوا هم. تعال اتفرج عشان ما نطولش على بعض، واحلى مسا عليك يا باشا، الحق بيع شويه البط اللي فوق السطح والفراخ، واسمع ابو سليم بيقول لك ايه، اسمع اربط عجلين مكانه محسن، لو عندك معزه بيعها، تعال النهارده مش هتلاقي الاسعار دي تاني، اقول بتاكل وبتشتر قدامك اهي، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، اول عجل ذكر معانا، الصلاه على جمال النبي، بص حلاوه العجل، بص حلاوه العجل وهو بياكل وبيشتر كده، انا عايزك تتفرج على الجمال ده والدلع ده الرباني ده اللي من عند ربنا ده. بص قرن العجل هنا، قرن العجل هنا، عجل خشن يا باشا، عجل بالصلاه على النبي، عجل فلاحي، عجل متع، احب افرجك بس من بعيد كده عشان تشوف الدنيا فيها ايه، عجل بالصلاه على النبي اصنف مال، فتحه العجل اهي، بص بص هنا البراز بتاع العجل عامل ازاي، براز قديم، براز قديم، ما هوش براز لبن، لا براز قديم يا باشا، يعني العجل فطران. خد بقى الشغل بقى العالي، خد الشغل العالي عشان مش هتلاقي عند حد بالسعر ده، شايف الشعره قديمه ومطربه اهي، اهي تمام. نخش على بالصلاه على النبي العجل التاني، بص لي كده بصه كده، بص لي بصه كده وسم الله، بص بصه وسم الله، ده بيعمل ايه ده؟ قول لي بيعمل ايه؟ ده بيلحص في الطواله لحس، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ما شاء الله، بفلوس، عارف الحته دي، الحته اللي انت شايفها ده ايه؟ بفلوس، هي من عند الله، هي من عند الله، الصلاه على جمال النبي. بص هنا خشنت العجل وشعر العجل، بص بص الكلام، بص الكلام وبص الفتحه هنا، الصلاه على جمال النبي، بص البراز، براز قديم، براز قديم مش براز لبن، بسم الله ما شاء الله. ايه يا ابني، وانت عارف ان احنا بنصور ولا ايه؟ انت مش عايز تشيل بقه من الطواله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر، اللهم صل على جمال النبي. بفلوس يا باشا، تعالى لتالت ذكر، تعالى لتالت ذكر، الذكر الفلاحي ده اهو، الخشن ده اهو، بالصلاه على جمال النبي، والنبي الوسامه دي بفلوس والله. تعالى بص كده، بص بص شعره العجل، بص بالصلاه على جمال النبي، قرن العجل، عجال كلها بتقفل في الثمان سنات، عجال كلها بتقفل في الثمان سنات، بص على فتحه العجل، نفس الكلام اقول، براز قديم مش جديد. نخش هنا بقى ايه، على الانوثه كلها، بالصلاه على النبي، على الانوثه كلها، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. تعالى كده للمال الطيب ده اهو، بص فتحه العجله ما شاء الله، بص بص بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، عجله زوقه زوقه اهي، شايف شايف الانوثه اهي، الصلاه على جمال النبي، بالصلاه على جمال النبي، اللي عنده من ده مش هقول لك كذاب، اللي عنده من ده ربنا يحمله ماله. بص بقى يا باشا على العجله الثانيه، الخمسه بقى، الخمسه بالصلاه على النبي، شوف الوسامه والحلاوه ده ايه، النبي بفلوس. تعالى انا اهو، تعالى انا اهو، بص فتحه العجله، بص اللهم صل على النبي، العجله فتحه ضيقه، بالصلاه على النبي، شوف حلباتها بس، حلبات مسطره اهي، بالصلاه على جمال النبي، بالصلاه على جمال النبي، اختها اهي، بالصلاه على جمال النبي، عجلتين من اصنف مال. تعالى بص اه، لسه ابن الذين واقف اهو بياكل اهو، ما شاء الله، ربنا يحمي المال اصحابه يا رب. عشان ما نطولش على بعض، نخش بينا كده هو، نرمي لهم شويه دريس، وما ما شاء الله كله لحس وكله كل علفته تمام، لانهم جايين من بدري، بقى لهم يجي خمس ساعات ولا حاجه عندي تمام. نخش كده ايه، نديهم تحصيناتهم مع بعض، وبالصلاه على جمال النبي كده اهو، نقول لك على اسعارهم بما يرضي الله، ولو لقيت السعر ده في الجمهورية يا باشا، أبو سليم بيقول لك اشتري وأنت مغمض، عارف ليه؟ لأنك مش هتلاقي السعر ده. تعالى يا باشا بالصلاة على النبي كده أهو، نثبت الكاميرا ونجيب التحصينات، وبتاخد عجل متحصن فوق السعر وفوق الجمال وفوق السلالات الطيبة، ده عجل متحصن، دي كفاية قوي إن أنت لا تاخد عجل يكح ولا عجل يسهل ولا عجل عنده رئة ولا عجل عنده كلام من ده، الحمد لله من فضل الله، العجل اللي فيه حوبة فتش فيه وما تاخدوش، العجل اللي ما يجيش في دماغك ما تاخدوش.
عشان ما نطولش تعالى نثبت التليفون ونجيب التحصينات ونرمي شويه دريس حجازي على برسيم. انا بقلب البرسيم البلدي على الحجازي انتوا كلكم عارفين طبعا، ونشوف الدنيا فيها ايه والاكل فيه ايه، وربنا يبارك لصاحب النصيب من قبل ما ياخد. الصلاه على جمال النبي العجل واقف بيلحس بالطوله هناك اهو، ونقول لك على سعرهم بالمره. دواء مستورد فقط لا غير، فقط لا غير. ليه بقى؟ عشان الحلو ما بيجيبش الا الحلو. وخمسه خمسه معايا عشان اقول لك على اسامي التحصينات، لان في ناس كتير جدا سالتني. تمام؟ اقول لك على اسامي التحصينات باذن الله. خمسه بس على ما نخلص. ده المعوي. يوم مجموعة فيتامينات ترفع المناعة. وكده بالصلاة على جمال النبي اقدر اقول لك احنا خلصنا تحصينات. اقول لك على اسامي التحصينات سريعا. اول تحصين انا قلته قبل كده بس الناس بتسأل هو ايه. اول تحصين اللي هو التنفسي اسمه افي فلور، ده مستورد افي فلور. تمام؟ بيطري. العجل بياخد 5 سنتي تحت الجلد. تمام؟ وتاني تحصين المعوي اسمه كولي تريم. كولي تريم بيتاخد 5 سنتي في العضل. والفيتامينات اسمها ألف دال تلاتة اهي مستوردة، دي بتنشط المناعة وبتفتح شهيته وكلام زي كده. وانت شايف بالصلاة على النبي هم مش محتاجين يتفتح لهم شهيتهم، الله هو أكبر عليهم. دول لسه بيفطروا يا جماعة، لسه اللي هياخد لسه بيفطروا، يعني ما تعودوش على الأكل والشرب زي اللي بالك فيه، لسه بيفطروا. تعالى معانا نحل النتايتين دهم، نفرجك عليهم كده اهو. ودعينا بالبركة يا باشا، دعينا بالبركة. بص النتاية واقفة ازاي، شايف هناك اهي بتضحك هي وشها انثى. سلمها لله وشوف وشك على خير الحلقه الجايه.